أكثر من 107 ملايين ناخبا روسيا توجهوا إلى مراكز الاقتراع في أكبر بلد مساحة في العالم للتصويت على رئيس البلاد المقبل. ونظرا إلى فرق في التوقيت، افتتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من مساء السبت وخلال الليل في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا. لقد جئنا اليوم للتصويت من أجل أن يعيش أبناؤنا حياة أفضل، كما نأمل تحسين الظروف المعيشية. نأمل أن يتم القضاء على الفساد كي يتحسن الاقتصاد في البلاد ليصبح أحسن مما هو عليه الآن. الانتخابات تعد السابعة في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي والرابعة في تاريخ بوتين وتذكرة بقائه حتى عام 2024. وتشير الإحصاءات إلى فوز شبه محسوم لبوتين، ما يعزز موقعه بعد نحو ربع قرن على تعيينه من قبل الرئيس بوريس يلتسين خلفا له. كما تشير الإحصاءات كذلك إلى حصول مرشح الحزب الشيوعي المليونير بافيل غرودونين على 8% من الأصوات، فيما يحظى القومي المتشدد فلاديمير جونوفسكي على 6%. هذا ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الأعلى مقارنة بسابقاتها.